للحلوى نفسها بدنا بس اربع بياض بيض او اربع بياض بيض. مزبوط. للقطر معروف سكر ومي بس هذا القطر وعصير يختلف، ليمون. عشان هيك مقادير القطر هاي خصوصي للمن والسلوى مش بشكل عام. تمام مقادير القطر للمن والسلوى تحديدا سكر واثنين يعني كوبين سكر ونصف كوب ماء وملعقه كبيره عصير ليمون، بينما للنكهه بنحتاج ملعقه صغيره فانيلا او ملعقه صغيره ماء الزهر، ملعقه ونصف صغيره هيل مطحون، نحتاج كوب فستق حلبي او مكسرات اخرى اذا بتحبوا، وكوب طحينه لتغطيه هذه الحلوه. تمام. هلا البياض لازم انه نستعمله، لازم يكون البياض نجيبه من الثلاجه، لازم يكون محطوط بالثلاجه، اذا كان بارد بنفخ معنا اسرع. قد ايه الفتره اللي كان المفروض يكون موجود فيها في الثلاجه؟ لا يعني قصدي انه مش البيض هو اصلا بيكون بالثلاجه. البيض نفسه ناخذ البياض مش طبعا الصفار مش البياض يعني مش فاصلتيه اول بعدين حطيتيه في الثلاجه؟ لا لا نضطر هون بس بالبيض بس يعني طول البيضه من الثلاجه ياخذوا البياض. شو انت الطريقه اللي بتستخدميها لفصل الصفار عن البياض؟ انا عادي متعوده بالقشره. فهلا البياض لازم لو طلت البيضه من الثلاجه ما في مشكله يكون تكون بارده، وطبعا الصفار بتخليه بتقليه بعدين بنعمل فيه شيء، ما بنحبش نكب ولا شيء نحن، والبياض يكون بارد وبدنا نخفقه. هلا رح نخفق نطول شوي بس بدي اياكم تشوفوا كيف بصير رغوه وكيف بتضاعف حجمه. انا رح اسكت شوي عشان تسمعوا صوت الماكينه وتشوفوا البياض. بس لحظه قبل ما اضرب البياض على السريع بس بدي احط القطر على النار عشان يلحق يستوي. القطر سكر ومي، مي شفتوا المي قديش قليله نسبه للسكر لانه احنا بدنا اياه يدبق، بدنا اياه يكون قطر ثقيل. طبعا اهم شيء اهم شيء اهم شيء نحط له الليمون، اذا ما حطينا له الليمون بصير شقفه واحده وبسكر الليمون لانه فيه ماده اسيديه بتخلي السكر ما يمسك. تمام ما يصير شقفه واحده. بنحرك وبضلنا نحرك لحد ما نحس انه السكر داب، بعدين بنزيد الليمون يا يدوب قد ما بنقدر لانه بعدين بقرش بيطلع بالاكل، اذا ما داب منيح بيطلع بالحلوى. تمام حط شويه ليمون. تمام ضلنا نحرك لحد ما يدوب السكر، بيقدروا يستعملوه اذا ما نكهوه بصير مارشميلو. تمام خليني اضرب هاي. اوكي اضربيها براحتك. هلا نحن زي ما انت شايف عم نغلي القطر. تمام القطر عم في درجة حرارة، حطينا الليمون عشان هيك يطلع مرتب. هلا في درجة حرارة معينة بصير بعديها القطر بتحول للونه بني. نحن ونحن عادة بنستعمل الميزان بس الميزان مش متوفر حتى معظم البيوت يعني ما مش موجود. طبعا بنحط شوية مي على الجناب بس عشان السكر ما يسكر. نحن بس اول ما يشوفوا القطر، هلا بورجيهم، اول ما يشوف القطر راح البياض هذا الحلو تبعه صار عم بصير على بني معناته نحن استوى بنقدر نديره. تمام عرفت كيف؟ هاي هي النقطة عشان ما في ميزان انه نقعد نشوف الحرارة، بنشوفه بهاي الطريقة. بعدين في طريقة ثانية الميزان، كل الميزان تبع المطبخ احدد ميزان المطبخ عليه شيء اسمه سوفت بول وهارد بول. أوكي. السوفت بول اللي هي زي مثلا ما بتاخذ القطر بتحطه بالمي، إذا عمل دويرة شايف ما عمل دويرة. تمام إذا عمل دويرة طرية معناته وصلنا لمرحلة السوفت بول اللي هي بدنا إياها. تمام أوكي فلسه نحن ما وصلنا لهي المرحلة، ما نستنى عليه شوي عشان نقدر نديره فوق البياض. لساته لونه أبيض، أول ما يبلش يغمق معناته نقدر نديره، بدنا إياه يدبق. عرفت كيف؟ بدنا البخار المي تتبخر ويصير قطر ثقيل. تمام هيها شايف؟ هيها عملت لي السوفت بول، شايف كيف؟ بعرفش إذا أنت شايف اي شيء. خلينا نشوف. بس هيك بتطلع وبتكون مدبقه. تمام هيك متاكد انه القطر استوى. بلش القطر زي ما بدنا هي، شايف بس اللون يتكتر. كمان صار على بني شوي. لا بدناش اياه يصير على بني، لساته ابيض. تمام بس اول ما يصير على بني معناته نحن القطر تبعنا استوى. تمام لساته هي هو. وهي لازم تندار صبايا، لازم تندار خيط تدريجي مش كلها مع بعض، بتفرق بفروط البيض بالطريقه هاي.
بدي احكي شغله لازم ضروري. هلا كل بحسوا الصحن طبعا لازم يكون صحن ازاز او ستانلس، ما يحطوا بصحن بلاستيك لانه هذا قطر بدوب بالصحن. بضلهم يحسوا الصحن، طلع كل ما اذا كان سخن معناته ما خلصنا، بدنا نضلنا نضرب. عرفت كيف؟ هلا بس اورجيهم كيف بنحط الفستق الحلبي الطريقه هاي، ونحط الهيل. طبعا الهيل مهم كثير كيف انتم بتحبوه، وانا بحط له شويه يا ما ورد يا فانيلا، بدناش يصير مرق يعني ما تكتروا السوائل، يعني انا هي شويه ما ورد وشويه فانيلا، ما بدنا نكتر السوائل، بدناش يا يصير مرق. بنحط على المعلقه اللي بدك تستعمليها شو ما كانت، معلقه او زي هاي سباتولا او ايش ما كانت، تحطي عليها زيت لانه بيلزق. شوفوا كيف هلا بصير ما يلزق، اذا ما حطينا زيت بتضل هالمعلقه ملزقه ومدبقه. طبعا هو ما بيطلع هالقد مرق، هلا مع كتر الخفق بصير شقفه واحده. هلا بورجيكم اياها، بنحركه وبصير جاهز. طبعا هو زي ما قلنا بيكون اسمك من هيك. هلا اهم شيء كمان لما بدنا نحطه بالصينيه فاهم شيء الصينيه، اذا ما عندكم ورق زبده طبعا مش نايلون كمان انا شوي سخنه، اذا ما عندكم ورق زبده لازم الصينيه كلها تندهن بزيت، كل الصينيه من الجناب من فوق من تحت، عشان بنسكبه وبنحطه بالثلاجه 24 ساعه. بنحطه بالثلاجه هيثم 24 ساعه. اوكي تمام. هلا انا ما راح اسكبه، بنسكب، بس بفضل اجيب الجاهزه تشوفوها. تمام، نحن يعني عشان الوقت، ولكن واضح جدا هي مقادير بسيطه، بس شويه طريقه بدها شويه انتباه. بدها انتباه. هلا هي بقدر اغلبك جاط المن والسلة. طبعا هي شكلها الطريقه هاي تطلع. حطيناها بالثلاجه 24 ساعه، يعني عملناها اليوم الصبح ناكل منها بكره الصبح. تمام، بس اورجيهم كمان كثير مهم كيف بلتوها بالطحين. زي ما قلنا بضلهم يضربوا فيها لحد ما يبرد الجاط، بضل نحس الجاط من برا لبين ما تتربى. ايوه. وضروري ما يكون جاط بلاستيك، بدوب طبعا. الجاط بصير مسم، بصير اللي فيه مسم. هاي شايف كيف بتصير بالطريقه هاي؟ شوف احلاها بهاي الطريقه. بنصير نسحب منها بالطريقه هاي بالايد، طبعا لازم نحط شويه منكعبلها دوائر، بتحبوا تخلوها هلا هيك بتجينا على شكلها عشوائي، وبنلتها بالطحين وبنحطها. يا سلام. في كمان ناس بحبوا يعملوا هيك، انا عملتهم هيك صغار لكبرهم. في ناس بحبوا يصفطوها بصحن ويحطوا لها حبه فستق بالطريقه هاي.